ليش كذبت علي يا زياد؟ لأنه ما بدي إياها تروح معنا. ليش؟ أستاذي، أستاذي نحن منا رايحين سياحة، نحن رايحين على مية شغلة، وين بدها تروح معنا مرحبا؟ شو هالآه أستاذ؟ شو بيك دخلك بطل واحد في يحكي كلمة؟ فهمت تاني عصفور؟ يوم اللي بزعل الشيخ مني بيوصل الخبر لسلمى وبيوصل اسمك معه، ساعتها بيتسكر الباب اني اقدر استفسر عن كاتيا. هيدا في حال بتعرف شي عنا. صحيح. فخليني انا اطبخ القصة على رواق. وبتستفيدي كل مرة ب 3000 دولار. عامر خير؟ نعم. فيك تفك عني وتروح تشوف اشغالك ومخططاتك؟ روح اشتغل حبيبي ورجع لي اخر النهار. هيك ما بتزهقني منك. اوكي. رح صب لك مفتاح بضل معك. ما بيزعل الشيخ؟ استاذي انا بعرف انه هلا منه وقت لهيدا السؤال. بس ايمتى بتحب نرجع لموضوع نصر البواب؟ ندفن نديم والحياة لازم تستمر. أنا هيدي قناعتي فيك. شغلة وحدة ممكن تنغص لي تفكير يا زياد. شو هو أستاذ؟ وضع ميسم. البكرة تبع ميسم. إذا أنت نغزلك حياتك فأنا موتني. صحيح. كلام اليوم مواقفها قزقوا لي قلبي. هيدي المرأة عم بتعيش حلم انكسر. عايشة أمل تحطم. حاملة ولد ما بتعرف شو بدها تعمل فيه. عندك حل؟ أنا؟ لا قصدي عم فكر. لازم تفكر. لازم أنا أفكر. مثل ما حضنناها جوة السجن لازم نحضنها بأصعب لحظة من حياتها برات السجن.